السنة، وبنتكلم عن الطوائف دي لأن الطوائف دي ضللت المسلمين وضيعت العقيدة في السودان هنا. وأعظم شيء يمتلكه المسلم العقيدة. انت عارف العقيدة بتاعتك لو ضاعت تهني ما عندك أي حاجة. الليلة تلقى كثير من الناس واحد يقول لك يا أخي أنا بصلي وبصوم وبحج وببر الوالدين وغيره من الأعمال، تلقى بيعمل بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن عقيدته خربانة. تقول لها زول انت عقيدتك في الشدائد بتنادي منه؟ ناس كردفان وغيرهم يقول لك نحن بننادي براع القوم. يا زول براع القوم ده إلهكم؟ ربنا قال وإلهكم إله واحد، وربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ديل بنادوا البرعي، تلقى في الحافلات تعرف عقائد الناس دي فاسده. اي زول لقيته ملصق له صوره بتاعت برعي مكاشفي، اي شيخ من هؤلاء الدجاجله يتاكد ده عنده عقيده جوا في الشيخ ده، انه الشيخ ده بيحفظ العربيه ما يتقوش جرار ولا غيره. يا زول قال لك بنو ما في كلام زي ده، ربنا هو اللي بيحفظ، لكن ده اللي بيتعلقوا في غير الله سبحانه وتعالى، ونحن بنعلقك بربنا سبحانه وتعالى. دار تعبد تعبد الله، إذا سألت فاسأل الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استعنت فاستعن بالله. ناس بيعتقدوا في الشيوخ، وإنت عارف ده سبب خزلان الأمة دي، الأمة الإسلامية دي خزلان عدم العقيدة الصحيحة. تعرف ان احنا اول اقل دولة كافرة الان يمكن نخاف منها. ليه؟ لانه ما نصرنا ربنا سبحانه وتعالى اولا بالعقيدة. ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. النصر بالعقيدة ما في. ده ماسك في الكباشي، وده ماسك في الركيني، وده ماسك في الصايم ديمة، وده ماسك في البادراب، وده ماسك في احمد التجاني، دي كلها عقائد فاسدة. عشان كده الصراط المستقيم ده رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. تتبع القرآن والسنة، ما بيفهمك ولا بيفهم من صار السنة. طبعا ده اللي انت عارف دقار في الشارع، صار السنة دقرة في الشارع، ولا بوصلوك الحق ولا اي حاجة. انت عارف الناس زي كان زمان كان بيدعو للتوحيد، لكن الآن بيقولوا الصوفية اخواننا كذا. انا ده رديك من الصوفية حاجة، الصوفية اخوانا صار السنة، ده كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق، تأليف خدم أهل العرفان سيدنا ومولانا قال محمد عثمان المرغني، ده بتاع الطريقة الختمية. ده التعارف في صفحة 125 بيقول في هذا الكتاب المهم بيكون دي طبعة بتختلف من الطبعات، لكن في هذا الكتاب بيقول كلام خطير جدا. بيزعم فيه انه بيعلم الغيب، وبيزعم فيه انه هو اله. محمد عثمان الميرغني وغيره من الكتب بيدعي فيها انه هو اله مع الله سبحانه وتعالى. وزي ما قالوا القادرية في كتاب الفيوضات الربانية، شيخهم قال واعلم عدد الرمل كم هو رملة. يا ناس الناس دي ما كذابين. أسي لو جينا قلنا البرعي كذاب تلقى واحد بيزعل. أنا أديك كذب للبرعي واضح والله، إلا كان إنت ما نصيح لو ما اتفقت معي فيه، إلا إنت ما فك منك. البرعي بيمدح في الشيخ الجعلي، قال قوماك يا علي لشيخنا الجعلي. بعد ذلك قال الخلف الأربعة أثنوا عليه، صديق وعثمان، صديق وعمر وعثمان وعلي. يا زول الخلف الأربعة دي لاقوا الجهلي دوين عشان يثني عليه؟ ما في هذول، ما لقوا البرعي كذاب ودجال. بعد ذاك قال عنده شيوخ بيعلموا الغيب، قوماك نزاور الأولياء الأخطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وده بيخالف القرآن، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات ديل الملائكة ومن في الأرض الجن والإنس وغيره من المخلوقات الغيب إلا الله.
ربنا قال وما يشعرون أيان يبعثون، وربنا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الصوفية دي كلها من البدع بتاعنا الصوفية، أضلل الأمة السودانية على وجه التحديد والأمة الإسلامية عموما، فدير أهل بدع. إياك أن تقع في البدع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. طبعا تعرف لو جاء واحد لابس طاقية خضراء تجاني يقول لك طبعا دير الوهابية يا زول، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وغيره، النبي في حديث العرباض بن سارية في آخره قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قبل كده لقيت تجاني غش الناس، قال لهم كل بدعة ضلالة إلا الحسنة. إلا الحسنة دي في الحديث ما في، دي خصصها الصوفي التجاني، واحد تجاني بيغش الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل، دي من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشان كده ما تبتدع في دين الله عز وجل. الإمام مالك قال من زعم، من ابتدع في الإسلام بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. طبعا الصوفية ذا اللي يقول لك نحن مالكية ولا عندهم علاقة بالإمام مالك يا زول. الإمام مالك طريق السنة وبيحارب البدع، ده طريق الإسلام، وأئمة الإسلام كلهم بينشروا السنة وبيحاربوا البدع، لأنه البدع دي تعرف اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ما كمل الدين. جايين صوفية يكملوا لنا الدين، وربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل. من البدع بتاعت الصوفية تعرف عندهم مدايح زادة، تعرف غريبة مرة واحد. أنا عندي مدحة هنا للصوفية بيمدحوا فيها القرض، القرض عشان ما يجي واحد يقول لك يا أخي ديلا بيمدحوا المصطفى. يا زول المصطفى منو؟ سيد أحمد ولا مصطفى منو؟ ما بيمدحوا المصطفى، ما تغوش نفسك والله. يديك مدحة سيد تقول لي يا زول ده كلام شنو؟ شغالين سار الليل القرض قرش. قال الأم الأم الكبو كبو الشلو شلو أبيض لبني، ده مديح الصوفية. أو يقول لك الكباش القيد في شبله، ده ما مديح يا زول، ده كلام بتاع شياطين. قال الكباش القيد في شبله الكبير لولح زقله، دي مشاكل ساكت. دردق ونبله بلع وشب أكله عدم الصورة من الطريق زقله. يجي درويش يقول لك صلي على الرسول، ما في الرسول هنا ذاته يا زول. ده انت عارف عبارة عن ناس ما نصيحين مجانين. عشان كده انت عارف الإمام الشافعي يتكلم عن الصوفية ذيل، قال من تصوف أول النهار فقد آخره عقله. قال لك لو خشيت الطريقة التجانية مع الظهر بلمسة زي الزمن ده تبكون راسك ما في، لأنه بتمدح في اللالوب. ها يا لالوب ليلك جكن ولدك في جوف وتمكن، ده شنو ده؟ ده مديح للرسول؟ ما يغشوك ساكت، ده بيلعبوا ساكت. أو يقول لك أوس أسيسا في سيسي، داري سمعوك لا والله تلفوني ده فيه ملف كامل بتاع مدايح. بس طبعا بيقول لك يا زويت الكلام ده بتجيبه من وين؟ قاعد ما تحنوا ناس الصحوة وفرقة وين ما عارف كلها. قال لك أوس أسيسا في سيسي، ده دين. أوك أكيكا في كيكي، أساسين أساسا، رصاصين رصصا، في بلاد كبكي شربا وردا، ده ما دين يا ناس. هوي عارفوا دين الإسلام ده الكتاب والسنة. والصوفية ديل كلهم ضالين. مين أكبر صوفي؟ للصوفي الخش الليلة الطريقة. إنت صوفي أمرك من الطريقة الصوفية، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما بقول لك الجواب بيكفيك عنوانه، بقول لك طريقتنا، بقول لك الطريقة، تعال خش الطريقة التجانية. مش واضحة؟ ما قال لك تعال خش طريقة النبي عليه الصلاة، قال لك تعال خش الطريقة التجانية. معناه تاني إلا إنت لما بتفهم، ما قال لك تعال خش الطريق طريقة النبي عليه الصلاة، الطريقة التجانية. السماني دايرك مع السمانية، الكباشي مع الكباشية، وانت عارف دي كلها طرق شيطانية. ما في زول قال لك يا زول خش طريقة، خشيت الإسلام خلاص اتبع الكتاب والسنة. والإسلام ما فيه خيارات، تقول يا أخي أنا مسلم بعمل كده وما بعمل، لا لا. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا
خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فالإسلام واضح، الدين الإسلامي ما فيه بدع، ما في حاجة اسمها بدع حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلاة الفاتح ليس من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، بل من عمل أحمد التجاني والإبليس الداليو. طبعا قال رأيت، أو قال أتاني سيد الوجود، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يغيظة لا مناما. يا ناس الرسول بيجي يغيظة؟ برضو المجنون بتاع شيخ خليفة، اسمه شيخ خليفة، قال الرسول جاء في ميدان المولد بتاع الخليفة، وقال جاء مشى مع السيرة بتاعت النوبات. والله يا ناس ده كلام بس بيعقله إنسان عاقل. فدي الصوفية وكفر راقد هنا. أي كتاب ترفعه من كتب الصوفية دي دار كفر، إلحاد، شرك، زندقة، خرمجة، كله موجود. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.